السلام عليكم ورحمة الله، معاكم سيد من قناة أبدأ واستمتع كرييتس فان. النهاردة بنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمة جدا لأي يوتيوبر يجب أن هو يكون على اطلاع عليه، وأولها هو إنشاء حساب إعلاني على الجوجل، وتاني شيء هو عمل حملة إعلانية لفيديوهات اليوتيوب بتاعتي. أولا لازم أربط القناة بحساب إعلانات جوجل، وهنا هو الطريقة سهلة جدا، هنشوف إزاي نعملها. اهو بفتح جوجل ادز وبخش بالجيميل بتاعي عادي جدا، ويفضل ان يكون الجيميل هو اللي انا بخش بيه على اليوتيوب. بعدين بختار اليوتيوب حساب الاكونت بتاعي، وبعمل حاجة اسمها لينك تو يوتيوب. تمام، هنا هو بعمل اضافة للقناة، وهنا بعمل يا اما بحث على القناة او بكتب اليو ار ال بتاع القناة، عنوان القناة العادي جدا. وبعدين بختار ما بين خيارين لو انا صاحب القناة. تمام، بختار اول خيار I own this channel، وبعمل go to يوتيوب، او بكتب هنا بقى، دي بقى مهمة جدا، ان انا بكتب اليوزر نيم والباسورد بتوع القناة بتاعتي. تمام، وبختار هنا هوت النيم لو انا عايز احط لها اسم بالنسبة للحساب الاعلاني، عايز يكون اسم مخصص. طب لو انا مش صاحب القناة، بعمل هنا هو someone else on this channel، وبكتب الايميل بتاعه، فبتروح له لينك على حسابه. دي كانت كيفية طريقة انشاء الحساب. طيب هنا هو بقى هنخش ازاي اعمل حملة اعلانية. هنخش تاني من اول وجديد على حساب الجوجل ادوردز بتاعي او الحساب الاعلاني بتاعي اهو، هنلاقيه تحت اهو، ادي جوجل ادز، اعمل ساين ان، وطبعا بختار الحساب بتاع قناة اليوتيوب لو مش موجود هنا. تمام، بخش على سويتش جوجل اكاونت، وبختار الحساب اللي انا بخش بيه على قناة اليوتيوب اهو، باليوزر نيم والباسورد، الايميل كامل بكتبه والباسورد، بخش هنا. ادي الجوجل ادز اللي انا اقدر فيه اعمل فيه حملة اعلانية للفيديوهات بتاعتي. هنا بيعرض لك كل حاجة عن الحملات الإعلانية، أهي الحملات القديمة بتاعتي، ولو أنت حابب تعمل حملة إعلانية. أنا بمشي معاكم خطوة خطوة وبوريكم إزاي نعمل حملة إعلانية جديدة. أهو بنخش نيو كامبين، تمام، وبنختار كرييت كامبين وزود جول، يعني بنعمل حملة عامة بدون هدف معين، نختار الخيار دوت، وبعدها بنختار فيديو. تمام، وهنا هنختار نيكست، خلاص كاستم فيديو، ونختار كونتينيو. نبدأ بقى لبقية الخيارات. هنا هو بيقول لك لو انت عايز تحط حملة اعلانية، هنا هو بيقول لك نوع الحملة الاعلانية فيديو، هنا هو تكتب اسم الحملة الاعلانية، ويفضل ان هو يكون نفس الاسم بتاع الفيديو اللي انت عايز تعلن عنه عشان تبقى ترجع له لاحقا وتعرف مدى التطورات. فبتخش على القناة بتاعتك، تمام، وبتاخد فيديو معين التايتل بتاعه كامل اهو، نخش على القناة ونختار فيديو معين وليكن هذا الفيديو اهو، ناخد العنوان بالظبط زي ما هو موجود، يبقى هو ده نفس عنوان اللي انا هستخدمه في الاعلان اهو. نروح نحط العنوان بالظبط عشان ابقى عارف ان ده الحملة الإعلانية ديت متعلقة بهذا الفيديو. هنا الكوست بير فيو هنا، وفي هنا الكوست بير مينتس. تمام، هنا هو الكامبين توتال، تقدر تحدد مبلغ كامل للدعاية أو تحدد مبلغ يومي. ممكن تحدد مبلغ كامل أهو $15، وتحدد الأيام مثلا النهاردة 16 أكتوبر، ونشوف مثلا لحد يوم 20 أو 21 أكتوبر أهو، يعني 5 أيام أو 6 أيام تقريبا على 15، هيقول لك يعني $2.50 في اليوم الواحد على مدار 6 أيام. ممكن نخليهم 5 أيام، يبقى كده $3 بالظبط كل يوم على الحملة الإعلانية. اللي بعدها بقى بنختار اللوكيشن، يعني في لوكيشن كنت حاطه، أو في أنت تقدر تحط لوكيشن أهو، وتقدر تختار اللغة من تحت. انا هو مثلا عشان فيديو بالعربي اختار لغة عربية. تمام، وبدخل هنا الكونتري
ممكن تمسح دوت وتدخل انت وان باي وان. اوريكم ازاي تدخله هو وان باي وان. اهو بنمسح خالص الدول اللي كانت موجودة ونكتب اهو مثلا السعودية. مجرد ما تكتب اول حرفين منها بتظهر لك، تختارها من القائمة، تنزل تاني تختار دولة مثلا ايجيبت، تمام اهو تختارها من القائمة، تخش تاني تختار اللي بعدها مثلا قطر تختارها، تخش باللي بعدها نفس الكلام انتر لوكيشن بحرين وهكذا، تختار دولة دولة باللي انت عايزهم، يبقى هما دولة الدول الأساسيين اللي هيتعمل لهم تارجتينج أو استهداف للحملة الإعلانية. طبعا انت طالما عامل فيديو باللغة العربية يفضل ان انت تستهدف دول عربية. طبعا لو انت عايز ان يجي لك من وراهم فيوز ويجيب لك من وراهم سبسكرايبرز ولايكس وكده، فيفضل ان هم يكونوا عربي. تمام كده هنا اخترنا خلاص اللوكيشن، وهنا بنختار اللغات زي ما قلنا الفيديو عشان بالعربي نختار اللغة العربية. تمام هنا هو الانفنتوري تايب، هنا هو بقى مساحة العرض بتاعك، يعني في حاجات معينة مش هيعرضها عليها. تمام او اكسباندد انفنتوري، هنا هو بدون اي ريستريكشن، يعني الفيديو بتاعك بيتعرض بدون اي قيود. هنا هو الفيديو بيتعرض على ان في يكون قيود معينة، يعني مثلا الحاجات المتعلقة بالصور الإباحية والأفلام الإباحية بتكون مش موجودة، فأنت بنخليها مساحة عامة للفيديو يظهر في كل المساحات الإعلانية اللي ممكن يظهر فيها. تمام هنا هو الأد جروب، ممكن نعمل اسم للحملة الإعلانية جروب ليها نسميها مثلا جروب 1. تمام وهنا تقدر تختار الخيارات بتاعة الجندر، يعني الجنس والنوع. تمام والعنوان سوري الايدج العمر، وبعدين الحالة الأبوية هل هو متعلق بخيار الحالة الأبوية ولا لأ. الأودينس هنا برضو متعلقة بالإنترست اللي هي الحاجات اللي بتستهدفها، يعني مثلا لو انت عايز تعملها مخصصة للي بيحبوا الجيمز او للسوشيال ميديا، فبتختار الحاجات اللي انت موجه له الاعلان، او ممكن تسيبها بشكل عام. تمام هو يختارها بشكل تلقائي. هنا بنختار تقريبا الحاجات القريبة من الفيديو اللي انا عاملها بحيث يبقى في تارجتينج، ممكن تكتب فوق اللي انت عايزه. اخترنا هنا مثلا مجموعة من الانترستس اللي انا عايزها، وهنا تقدر تكتب الكيوردز اللي انت عايز تكتبها اللي متعلقة برضو بعنوان الفيديو بتاعك، يعني مثلا صندوق بريد امريكي. تمام لان طبعا ده الكلمات اللي هتبقى مستهدفة لما حد يبحث، هيظهر لك فيديو من ضمن الفيديوهات الريكومندد، الفيديو بتاعك هيكون من الفيديوهات الموصى بها. بتحاول تكتب اكبر كم من التاجز او الكيوردز، يعني من ضمنها مثلا شراء من امازون، شراء من اي باي، ممكن تكتب الشراء من الانترنت، حاجات كتيرة يعني تقدر تكتبها عشان تقرب شوية البحث بتاعك. تقدر برضو تختار التوبيك، يعني الفيديو بتاعك متعلق بموضوع معين تقدر تختار اقرب موضوع له من هنا. تشوف مثلا الموضوعات القريبة من عنوان الفيديو بتاعك وتقدر تختار، او ممكن تسيبها بشكل عام. اهو هنا هو برضو على اليمين ادي انتر يور برودكت اور سيرفيس، هنا هو بتقدر تحط بقى الكيوردز بتاعتك، ودي حتة جميلة جدا. انت هو نفسه بيرشح لك كلمات معينة حسب اللي انت بتكتبه، يعني مجرد ما كتبت كلمة الشراء بيجيب لك هو بقى ايه الكلمات اللي الاكثر رواجا في البحث زي ما انت شايف، شراء اونلاين والشراء عبر الانترنت وغيره وغيره. طيب هنا الكوست بير فيو، هنا بقى الجزئيه دي مهمه، ان انت كوست بير فيو، يعني انت دلوقتي عامل الكوست بير فيو بتاعك 5 سنت مثلا او 1 سنت او 2 سنت، لو غيرك مثلا عامله 9 سنت او 10 سنت فهو اعلانه هيظهر قبل اعلانك. فهي ديت الكوست بريفيو، ان انت بتحاول تعمل كوست بريفيو عالي شويه عشان الفيديو بتاعك يظهر قبل الفيديوهات الاخرى اللي عامله اعلانات.
فانت مثلا هتعمل كوست بير فيو 10 سنت، فاهمني؟ فانت كده بتبقى اعلى من اللي تحتيك، لو 5 سنت يبقى انت افضل منه. فانت هتعمل مثلا 3 سنت يبقى انت هتبقى اعلى من اللي تحتيك، لو واحد عمل 1 سنت او 2 سنت يبقى انت اعلانك هيظهر قبلي. دي كانت فكرة الكوست بير فيو. هنخش بعد كده نحط هنا اهوت اللينك بتاع الفيديو بتاعنا اهو، نروح هنا اهوت نجيب اللينك اهو، اللينك كوبي، نحط هنا اهوت في المكان المطلوب. خلاص، بعدين بقى هنا اهوت نوعين من ظهور الاعلان، يا اما تعمله سكيبابل يعني يقدر يتعمل له سكيب في اول الفيديو بتاع اي حد تاني، او ان انت تعمله ديسكفري فبيتحط في الريكومندد فيديوز اللي بيظهروا على الجنب. هنا سكيبل اهو، ادي الشكل بتاعه، بتعمل له سكيب لو الراجل مش عايز يشوفه. وهنا الديسكفري بيكون على الجنب بيظهر مع الاعلانات الموصى بها. ادي الشكلين، انت ليك حرية الاختيار، ولو اني انا عن نفسي افضل ان يكون ديسكفري يظهر في الاعلانات الموصى بها، على اساس ان السكيب هو الناس بتبقى داخله تشوف فيديو معين فبيعمل لك سكيب على طول بدون ما يعرف الفيديو بتاعك بيتكلم عن ايه. هنا هو بتكتب هيدلاين يعني عنوان للفيديو بتاعك، يكون معبر عن محتوى الفيديو. وبعدين في عندك ديسكريبشن 1 وديسكريبشن 2، الوصف الاول والوصف الثاني، برضو بتكتب كلمات بتعبر عن محتوى الفيديو. وفي الاخر بتكتب اد نمبر 1 يعني ده الفيديو رقم 1 للنوعية دي من الاعلانات، لان انت ممكن تعمل اكثر من اعلان حوالين نفس الفيديو. وبعدين في الاخر بتعمل كرييت كامبين، انشاء حملة، وهنا هو بيجيب لك اوفر فيو يعني نظرة عامة على الاعلان والبيانات اللي انت ادخلتها اهو، بيوريك التاريخ من 16 الى 20 اكتوبر 5 ايام تقريبا، اللوكيشن اللي انت استهدفته، بيجيب لك ان الكامبين ملهاش هدف معين، بيجيب ان هو الاستراتيجي الكوست بير فيو حددناه خلاص، بيجيب لك ان هو شكل الاعلان وطريقة ظهوره، خلاص بيقول لك كونتينيو. طيب الطريقة التانية لعمل اعلان ودي اسهل، بتخش على اليوتيوب ستوديو اهو، وبعدين بتخش على الفيديوهات بتاعتك الفيديوز، ونختار اي فيديو ونعمل عليه اعلان مباشر من جوه الاستوديو. دي طريقة سهلة جدا اهو، نفس الفيديو اهو اللي عملنا له اعلان هناك، هنعمله هنا اهوت بطريقة اسهل. ادي التلات نقاط بدوس عليها وبختار تحت بروموت يعني ترويج لهذا الفيديو، مجرد ما دوست عليها هيفتح لي الجوجل ادس بتاعي او الاكونت بتاع الاعلانات المرتبط باليوتيوب اهو، بيقول لك انت عايز تروج الفيديو دوت، فبتعمل جيت ستارتد، ابدا في الترويج اهو، بيخش لك على الاكونت بتاعك بتشوفه هنا في القائمه دي، لو مش موجود بتعمل سويتش وتخش تختار الاكونت بتاع الاعلانات المرتبط باليوتيوب اهو. زي ما انتم ملاحظين الطريقه هنا اسهل بكتير اهو، على طول جاب لي الفيديو محطوط. وهتختار النوعين، يا اما اوتوماتيك يظهر بشكل تلقائي في اول فيديو، او الناحيه التانيه يظهر على شكل ثامبنيل في الريليتد فيديوز يعني يكون من ضمن الفيديوهات المقترحه. وزي ما قلت لكم الطريقه التانيه بتكون افضل شويه، ان انت بتختاره من ضمن الفيديوهات المقترحه على اساس يظهر مع اي فيديوهات ذات علاقه اهو. بتدخل برضو زي ما عملنا قبل كده، بتدخل العنوان وبتدخل الديسكريبشن الوصف الاول والوصف الثاني اهو، لازم طبعا تدخل الوصف الثاني مجرد ما انا دخلت البيانات، ويدخلك على الشاشة اللي بعدها زي ما عملنا قبل كده. اللوكيشن بتحدد اللوكيشن وبتحدد اللغة، احنا قلنا طبعا طالما الاعلان باللغة العربية يبقى انا بعمل تارجت للغة العربية، وهناك فوق بروح بعمل اختيار للاد لوكيشن، بختار اللوكيشن اللي انا عايزه. طبعا هنختار الدول العربية لان الاعلان باللغة العربية زي ما انتم شايفين اه، نختار بقى ايجيبت، نختار سعودي اريبيا، نختار الامارات، الكويت،
عندك حرية الاختيار، تختار كل الدول العربية أو تختار استهداف دول معينة. بعدين نعمل نيكست زي ما قلنا قبل كده، جندر نختار النوع اللي هو أو الجنس، ونختار تاريخ الميلاد، السن، العمر، وبعدين البرنتال ستيتس أو اللي هي الرقابة الأبوية. وبعدين هنا هو بيقول لك العدد اللي يمكن يخش على الفيديو، وهنا هو اتحطت لك الكوست بريفيو من نفسه، هنا بيقول لك ريكومندد من 1 إلى 3 سنت للفيو الواحد. بتكمل عادي هنا هو لو عايز تحط الانترست معين، اهتمامات معينة تختارها، او تخلي الانترست اوسع نطاق، keep interest as broad as possible، يعني بتخليه اوسع نطاق ممكن. اهو هنا هو بقى الديلي بادجت، لو انت عايز تحط ميزانية يومية للإعلان بتحط مثلا زي ما عملنا تقريبا 3 دولار في اليوم الواحد. اهو نختار 3 وبعدين نكمل نيكست. اهو كده اهوت، يبقى احنا اتمينا الحملة بنجاح وبطريقة اسهل من الطريقة الاولانية. ننزل تحت نشوف الحملات اللي احنا عملناها. تمام، كنا احنا عاملين حملتين تحت، ولكن في الحملة الاخرانية احنا ما حطيناش تاريخ للانتهاء. نخش كده للحملة ونشوف، اهي اخر واحدة عملناها. نخش على البيانات بتاعت الحملة الديتيلز بتاعتها، وبعدين نعمل edit settings اهو، ونشوف احنا ما عملناش تاريخ للانتهاء. نتأكد ايوه فعلا هو مفيش end date، فنعمل اضافة لتاريخ الانتهاء. هي كان 3 دولار في اليوم، يعني نعمل مثلا 5 ايام، يعني 3 × 5 = 15 دولار. اهي تبدأ يوم 16 وتنتهي يوم 21، ونعمل سيف. وكده يبقى احنا انتهينا بشكل كامل من الحملة الاعلانية للفيديو، وارجو ان انتم تستفيدوا بهذا الشرح، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.